لو عايزة تعملي أحلى فراخ كريسبي بوصفة ناجحة ومضمونة وطعم أكتر من روعة بخلطة مميزة جدا جدا، يبقى لازم تتابعي معايا الفيديو ده لحد الآخر. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه مكملة معاكم الوصفات الجميلة اللي بيحبها كل اطفالنا في المدارس، واحنا الكبار كمان بنحبها جدا جدا، وعشان كده هعمل لكم النهاردة تشيكن ستريبسز او قطع الفراخ المقرمشة، ودي بيحبها الولاد جدا جدا، وممكن تعمليها غدا او حتى سندوتشات في المدرسة. طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا ومش هتاخد منك وقت. يلا بسرعة نبدأ المقادير وندخل بعد كده على طريقة التحضير. مقاديرنا النهاردة عبارة عن كيلو صدور دجاج، بتقطعيها شرايح زي ما انت شايفة كده تبقى ستريبس معاكي. لو ما عرفتيش تقطعيها خلي بتاع الفراخ يقطعها لك. هنحضر مع بعض التتبيلة، وهي عبارة عن كوباية دقيق أو طحين زي ما بيسموه في الدول العربية، بيضتين، معلقة صغيرة ثوم بودر، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة فلفل اسود، رشة خفيفة من الكركم، ملح، كوب حليب، نبدأ نقلب مع بعض المكونات كويس جدا. يبقى القوام بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، لا هي تقيلة ولا هي خفيفة. نبتدي ننزل في التتبيلة بقطع الفراخ بتاعتنا الجميلة ديت. بعد لما تبلناها كده هنسيبها في التلاجة لمدة 4 ساعات، وكل لما تسيبيها في التتبيلة بتاعتها كل لما تديكي نتيجة أفضل. طبعا هتقوليلي هتعمليها مقرمشة ازاي، هي ده بقى السر اللي أنا هقولك عليه لما تقعد في التلاجة ونبتدي الخطوة اللي بعدها مع بعض. حبايبي بعد لما غطيناها بالبلاستيك راب هنحطها في التلاجة لمدة 4 ساعات. ودلوقتي حبايبي بعد مرور 4 ساعات الستريبس في التتبيلة بنبتدي نجيب كورن فليكس زي ما انتوا شايفين كده، وبنطحنه يا في الكبة يا في الخلاط لحد لما ينعم معاكي. بتجيبي حوالي 2 كوباية وبتطحنيهم لما بيبقى معاكي بالشكل ده هوت. بنبتدي نشيل البلاستيك راب، نبتدي ناخد الستريبس من التتبيلة زي ما انتوا شايفين كده، وبتنزليها في الكورن فليكس. قلبيها كده كويس زي ما انت شايفة كده،
وبتبقى بصراحة حلوة جدا جدا لو عملتيها سندوتشات لولادك في المدارس. وقبل كده سبق ان انا عملت لكم السندوتشات المحشية وهتظهر لك في آخر الفيديو. هكمل بقى بقية الكمية وأرجع لك مرة تانية. ودي حبايبي الاستريبس بعد لما عملناها سوا، شوفي ما شاء الله عليها، مدية كمية جميلة جدا جدا جدا، يعني هتغرقي الولاد سندويتشات بتاعت المدارس، وهتفضل معاكي مدة في الديب فريزر وهتستعمليها كذا مرة. بس عايزة أنا دعوة منك حلوة كده هوت لما تعمليها للولاد سندويتشات وينبسطوا منها. ويلا بينا على المطبخ. في حلة على النار غويطة هنحط فيها زيت، هنسيبه يسخن وهنبتدي ننزل قطعة كده من الاستريبس بتاعنا. ما شاء الله يتاكل ني قبل ما يتحمر، ما شاء الله عليه. طبعا مش هنحط قطع كتيرة في قلب الحلة او البوك بتاع الآلية، هنحط بتاع 3-4 قطع علشان ياخد راحته في التسوية كويس. نبتدي نقلبه. طبعا التسوية بتاخد من 6-7 دقايق، كل وش فيهم حوالي 3 دقايق كده. نطلعها بقى من الزيت، شفتي يا جمالها بقى، ولا اجمل مطاعم استريبسز امريكي هتدوقي وانت هتكوني عاملاه لولادك. ما شاء الله ما شاء الله، تحفة بصراحة. نحط دور تاني برضه زي ما انا قلتلك مش كتير، وتسيبيه برضه 6 دقايق، 3 على الوش الأولاني و3 على الوش التاني. أول ما يستوي الوش الأولاني حوالي 3-4 دقايق تقلبيه على الوش التاني. هكمل القلي بتاعهم وأرجع لك مرة تانية. وده حبايبي الشكل النهائي للفراخ الكريسبي الجميلة اللي عملناها مع بعض. وصفة سهلة ومقاديرها مظبوطة وطعمها تحفة جدا جدا، وولادك وكل أسرتك هيحبوها جدا، ولازم تجربيها وهستنى رأيك. ويلا بينا نقطع قطعة سوا ووريك القرمشة بتاعتها الجميلة. الله، شايفة القرمشة بتاعتها جميلة ازاي وحلوة جدا جدا. وعايزة افكرك ان الكاتشب ده انا عملته قبل كده وهيظهر لك في اخر الفيديو. اوعي تنسي لو عجبك الفيديو تدوسي احلى لايك، وتنوريني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلك كل وصفاتي لحد عندك وقت نزولها. وأشوفكوا على خير حبايبي الفيديو الجاي إن شاء الله.